مرة ضبطها اتهمت؟ اسوي مض اني لك لا تضربني ما اريد احكي. ليش ما تحكي؟ بس قل لي ايش وقت صارحه؟ السبت مو هالسبت شنو السبت؟ هي راح تجي هسه. اسمع يلا. اخيرا عرفت اسمها ايمان. ايه اسمها؟ ايمان. اي خوش. لازم هذا هيك نوع يحبن اغاني. ايه. حافظ اغنية على ايمان؟ ايه عندي ايمان اغنية عمونة. ايه إيه؟ بس شو وقت تقدر تكمل اياها؟ اجيك باكر مثلا؟ ها؟ أه؟ شو وقت عاد غني؟ هسه يلا اطلع بيها تراي قبل ما تجي. اوقف. ها شنو موال؟ لا مو ترس. مبارك هو؟ اي؟ اي؟ مو نبات تلاقى وهب. حلو.
مونة ولا سألتني هم إيه مونة كيف الأسباب على كيفك على كيفك شاء الله ما رديت عليه يا أمونة انت راح تغني هسه؟ اي أمونة مسلم مسلم يلا أمونة أمونة لا تنسى أمونة بعدت لها قهوة شوية أسرع يلا اوكي يلا جتي جتي يلا غير تجي بابا ايش طالع عليهم؟ تخربطت لا 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 أمونة أمونة قلبك قام نتو أمونة نتو أمونة قلبي اي يلا روح روح ما دام اكو شبكة يلا يلا اي لكم انتم ما تستحون واقفين قطاع الطرق مو عيب عليكم لا ده ننتظر المصلحه شنو انتظر يلا روح شلب شلب مو هنا بعد تلاقى اي هاي فالح راحت المره راحت راحت ام 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 مداعي شنو فاتح بلوتوث وياي؟ راحت المرة شو وقت صار شو وقت؟ إن شاء الله على إن شاء الله غير يوم يلا شو وقت راح صار؟ راح تموت وما مصارح يلا امشي امشي يلا أمونا بعت الجواب أيوة أمونا سلت بي أمونا بعت كل ده كان ليه لما شفت عني كل ده كان ليه لما شفت عني حني قلبي ليه وانشغلت عني وانشغلت عني حني قلبي وانشغلت عني وانشغلت عني ليه ليه ها شلون هذا النغم استاذ سحنتني سحن صدق كذب ايش قال لك انا بليغ حمدي ما اريد هاي الاغاني استاذ الاغاني هاي صعبه يعني شويه خلي ايدك خفيفه جاي يضرب كبرى انا ايدك خفيفه لا يعني شلون افهمك اريد اغاني من هاي مال خبزه سريعه مال ساعه السوداء اللي عرفته اهو ذني خفيفات اهو اقول لك ليش ما اسوي لك هيك مسواق ذيفي ويا حكا لا لا ما اريد ربع ها ما اريد ربع ربع شاي اقول لك قصدك ربع تون اي يعني ما اريد اريد اغاني حلوه شبابيه ها شبابيه شلون مثقه من الواقع يعني تعد قوط سعد القاط اشيل لهم باله موجوده انا عد اجر اشتاجر مو كوسر تاجر بابا مو كل لحن ويا قاط اذا سراوين اللحن مالته يختلف اذا دقمه وحده زين استاذ اذا سفاري شلون سفاري هم يختلف السفاري على الشاط اي تركض هيك وتشرب يركض وراك الله قد حلوه الاغنيه يعني يصير ادي بدون شرب يصير 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 اي استعدعتي اريد اغنيه موثقه يعني من الموروث من الموروث اي لان ما كن البرهوث الله يخلي اريد اجدد هاي فهمت انا فهمت تشتري من تزعل من تزعل توحشني الدنيا والصور خيات تظنونك اظنونك عجديدك ازداد عجديدك يعني هاي اغنية صح الجرح انا قلت لك عزعل بس هاي تبجي انت شو تريد يابا ما تقلي شو تريد اغنينك هاي تنقلي شو اقول لك هاي تنقلي اعطيك هاي شو طلع دامك الطولة موتتني خلق الدل عورا ما اقدر هيك شو تريد يا اغنية خلي تروح العبر وقف ها استاذ انت صح يعني مو مفردة الزعل وانطلق ها يعني بيه زعل بس غير لحن سريع طط طط اوكي راح اغني لك هاي اي والله بس امو حمي لا لا امو حمي استاذ انا شراي ها شراي انت شراي اي انا جناي يلا وروح امي اذا ما قبلت بيها غير ايه؟ خلي دمك بطوبه لا استاذ انت بس طلعت راي ايه اسمع اسمع شلون شلون هذا هذا عجم عجم صول ايه يا ليل يا ليل إيه إيه طلع طلع زعلتي ما زعلتي طبك ما رضى طبك ما رضيتي ما رضيتي طبك ما رضى طبك ما زعلتي ما زعلتي طبك ما رضى طبك ما
رضيتي ما رضيتي طبت ما رضيت شنو تخليني محتار اظل وياك محتار شنو تطلبيني ايجار اظل وياك محتار تحبيني ما تحبيني طبت ما رضيت ما زعلتي ما زعلتي طبت ما رضيت ما زعلتي ما زعلتي ما زعلتي طبت ما رضيت ما رضيت عاشت ايدك حلو ذكرني بمال هاي ما جينا يا هم تفيد استاذ مو مشكله هاي حلو استاذ هاي ما زعلتي ما زعلت كلش حلوه بس شويه مو واقفه عندك مال طبك مرض لا شويه المرض خاف يعدي اهم شيء تركز لي على طبك مرض السيمه كلها طبك مرض استاذ هي الاغنيه للبنات اذا قلنا طبك مرض مو تشتغل عليها شحاطات البنات هن البنات يحب البنات يحبن واحد يرزلها تقول لها طبك مرض تضرب راجدي وياها وطق الاغنيه يعني ساني اركز على الزعل وعلى علي من اركز طبك مرض طبك مرض طبك مرض طبك مرض هي كلمه موسيقيه طبك مرض طبك مرض زين استاذ يعني شيء على شيء يعني الاغنيه هي والمرض بايش رايدهن القوط والكوستر والالحان والشعر وكله كله شيء شلي 10000 دولار على طبك مرض 10000 اي ما تسوى القاطع اللي اجره استاذ ما اريده ما تريده اي ردتها ما ردتها طبك مرض طبك مرض استاذ ترى هذا تجاوز منك اي طبك مرض طبك مرض ليه لا وبس ترى صعدت عدي طبك مرض طبك مرض ترى حخش بالعصبيه اي طبك مرض طبك مرض اشق هدومي اي طبك مرض طبك مرض اقتل نفسي اي طبك مرض طبك مرض اخ يابا اي طبك مرض صارت بيا جلطه طبك مرض طبك مرض اي 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 ماما مطخن ومطخن يمه سود علي يمه ومطخن يمه سود ابوك حرارته مرتفعه وين اطويكي يمه الولد يمه شو اسوي يمه خلاص عيني جبت الصيدلي يقول يومي 6 مرات ركزي لي عزيزتي يلا يلا يا داي لا ترجي ماما ترجي يا ماما لا ماما لك يبطل نفسك ممكن ماما يا اهلا وسهلا اهلا اهلا الله يخليك نورت البيت ودبيتك ومطرحك وانا بديك الساعه لما يتقدم عريس لبنتي الوحيده بهذه الوسامه وهذه الشياكه وهذه العظمه انني لفخور بك واسم حضرتك ايه عبد العزيز هو بيتكلم ولا بيتكرع بيتكلم عبد العزيز عبد عزيز بس عنده رايحه عبد عزيز عبد عزيز عيله كبيره الوالد عبد عزيز اوه عيله عبد عزيز عبد عزيز عبد عزيز والوالده عبد عزيز عبد عزيز طقطع عبد عزيز طقطع مش مهم الوالده هننيل بيها ايه عايزينه هو وخلاص اهلا بيك وبتشتغل ايه يا سيد عبد العزيز عبد العزيز بيبيع جزيز بيبيع ايه جزيز الزجاج بيبيع ازاز يعني راجل كريستال كريستال يعني الواحد يخبطه كده يتكسر أبها طبعا تلاقيه عنده بقى وعندك محل للجزيز للجزيز وابوك موعد اذن ايش قد يحكي ايه هو بيتكلم لغات كل شيء أصلاً فيه فتحل 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 فتحة ولا فتحة فتحل بيعرف كل حاجة ماش فكرتيني بالأيام أنا عايش حبيبي تعرف غبت فترة طويلة في سيدة إيش في تعبان من حاجة حارة عندكم حارة كل شيء حارة مش حار ما رحك عايز نولع نص التكييف التكييف عطلان معلش التكييف عطلان عطلان التكييف إيه؟ يعني ماكو تبريد ما في تبريد بس اسبوع والتبريد جاي ان شاء الله اسبوع شو ضمبي يعني ما عندكم عدوي خلينا نحكي بي اتفضل تفضل جاي ارقص بيها انا هاي تكتب يا ايش بيك عمدة؟ تاكل بقلبي تاكل بقلبي سيبها هي هتدخل لوحدها هتدخل لوحدها ابويا ابويا انا ما هتفيتي ما بتغزل الجو يا امو
حول الله يا رب. سعد 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 حاضر 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 بس اهدى اهدى. اصل النوم الحساسيه. نعم اطلب منك شيء. تفضل. تقدر تحك لي ظهري؟ حبيبي هذا انا 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 افهم في هو نوع الحساسيه ده بيبقى بابا خطية حك لدي يتحسس. هو كل حاجه انت اكلت حاجه فيها ملح شو ما اكلت من الحراره الحساسيه هذه هذه حساسيه. بابا قربان وجاي تتجوز بنتي خلاص بابا ما فيش حاجه حبيبتي انا بدلعه اهو شاف لا عمونا بس دقيقه واحده هاخده انا اهرش له بره ورواه واجيبه لك تاني لسه تعبان يا حبيبي بابا جيبه وياك مو تعوفي حاضر تعالى يا عبد عزيز عبد عزيز اتفضل اتفضل دي حاجه بسيطه خالص خالص انا اشتغلت علاج طبيعي وعارف الحاجات دي عبد العزيز انا انتظرك يا عين استشاره ان شاء الله يلا يا روحي لا زوجني يلا حبيبي انت تمام يا سمي حكي يلا عمو تفضل بدور لك خافش يا حبيبي معكم هاي نزر 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 خليك حاط نزر عبد العزيز انا وريك عبد العزيز انا مالك يا ابي انت ما تخافش ولا حاجه بسيطه بسيطة ايه لعبة الفانيلا ايه لعبة الفانيلا كده ايوه يا بابا هايل افتحي لي يا حبيبتي ايه فخت شفتي بقى كويس ازاي خلاص بابا الحمد لله بقى كويس بس يومين يومين ويريح بابا العريس وينه وينه ايه طفشته ما فيش طفشت مسكين ده جربان وحالته نيله وعنده حاجات بتمشي بس الحمد لله بقى كويس كويس هو ايه ده خدي ده ايه حقي لي في المحشش السلام عليكم عليكم السلام هلا شلونك عيني هلا وحبيبي هلا وقلبي شلون احوالك الله يسلمك اقول لك ذاك اليوم خير شو فيك لا لا ماكو شيء اجى اللزق الاميري هذا ما ينشل علب شفره مال البقلاوه ايش قلت؟ لا دا اقول يوم الاخبار يعني ما بيها اخبار رياضه زينه شلونك عيوني؟ الحمد لله شلون ذاك اليوم بس طبت القهوة انت شفت نفلت شو الموضوع؟ لا مو كان عنده شغل يعني اي صدفة المهم المشكلة يا اللي شوفني يفلت لا بالعكس شنو القضية؟ انتهت مباراة النفط بفوز على الغاز ثلاث قناني اي استاذ حبيبي تدري انا شقد احبك الله يخليك نفسك والله اتذكر ايام الطفولة يابا انا ما اتذكر ايام الطفولة انا اتذكرها لان الذاكرة ممتلئة اي انا اتذكرها انا اتذكر حتى من كنت صغير اي ابويا اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز تقول قرقر ميو ميو حلو بزونه تقول قرقر ميو اي قرقر حلو 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 يعني انت افتهمت انا من كنت صغير ابوي اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز اي حلو تقول قرقر ميو ميو اي افتهمت افتهمت الحمد لله والشكر من افتهمت انا من كنت صغير ابوي اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز تقول قرقر ميو ميو شنو سيدي تعيد من البداية أقول لك فتامت فتامت استاذ ايش صحيح كل ما هنالك أنا قلت لك أنا متشت صغير أبوي اشترى لي بزونة تشتغل على الجهاز تقول قرقر ميو يا أبا افتهمت 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 عندك بزونة تقول ميو وقرقر ما شنو استاذ ايش صحيح أنا كل ما هنالك قلت لك أنا متشت صغير أبوي اشترى لي بزونة تشتغل على الجهاز تقول قرقر ميو ميو يا أبا كلبت افتهمت استاذ أنا ما كلبت قلت لك انا متت صغير ابوي اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز تقول قرقري ميو ميو افتهمت لا تعيد لا تعيد افتهمت اي استاذ ليش تقوم؟ ما انا قلت لك انا متت صغير ابوي اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز تقول قرقري ميو ميو يابا افتهمت افتهمت والله افتهمت لا تعيدها ليش تضربني؟ انا قلت لك انا متت صغير ابوي اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز تقول قرقري ميو ميو يابا افتهمت كلبت انت مو كلبت يا ابو صوتك صوت عالم شي قلت لك انا كنت صغير ابوي اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز تقول قرقر ميو ميو افتهمت حبيبي والله افتهمت اسكت 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 يعني من بزتني انت جد تفهم انا من كنت صغير ابوي اشترى لي بزونه تشتغل على الجهاز تقول قرقر ميو ميو يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اختي شنو هالرشاقه ما شاء الله هلا بالغزال الشارد
هذا صنف دكتور لو شنو؟ عكيسه اعطيك دفعه من الامل خيرك يا غزال شارة وبي انا الحين امشي شيشاتين بعد ما اشوف انا جيتك للعياده في دول قلبك دكتور سهلان. انا اريد اسوي عمليه تجميل يعني قصدي انا اريد اخسس نفسي يعني اريد اضعف انا ما اريد ابقى هيك انا متكئبه حالتي النفسيه اصلا كلش تعبانه لازم اسوي عمليه تجميل قصقص اسوي بكيفك حطهم المهم انا اصير ضعيفه صراحه يعني انت اذا خليك على شيش مال قصهم يخلص ورا 3 ايام يعني ما يفيد ياك العمليه واذا خلي لك بنج يراد لك عبوه عائليه هم يخلص صراحة. دكتور انا كلش تعبانه ترى يعني انا اطلع بالشارع الناس تضحك علي امشي ويا زوجي يبا واضعف اسوي انا لازم اضعف لازم اسوي صراحه لها. يعني صحيح يعني هو يعني لازم اسوي عمليات حلوه وانا عندي عمليات نجحت هوايه انا سويت نانسي سويت الاليسه حسين الجمسي قلبت اكسنت يعني هاي كلهم مسوين لهم انا ما تقدر اسوي لي وانت حسب العبوه العائليه مو انت يعني بيسمكره طخطخات هوايه يعني خاف تفقدين الوعي بالعملية يعني لا ما أفقد الوعي بس الله يخليك سوي لي عملية تجميل بصراحة على مسؤوليتك مخا مسؤوليتي شنو يعني شلون عيادة ومشهورة وجايتكم لهنا ما يصير هيجي العفو أختي إيش اسمك أني نوفة خبتها الشوفة شنو أنت ما نوفة أنت طوفة كاملة بصراحة أنا ما مستعدة أغامر بيك يعني شنو متغامر بيه؟ ما اقدر اسوي العمليه اقول لك انا اللحم مالتي والشحم مالتي وما رايته سوي لي يعني سوي لي ما يصير والله لا يقلش حلو ابغى قونيه مال تمه من بعيد ايه في ايه اهلا صوتكو جايب لاخر الشارع اهلا يا خال ايه في ايه دي البنت عاوزه تخس انت منو انا الدكتور لا انت منو انا السبير ماتم لا سيبك منه انا الدكتور في ايه انا صار لي ساعه انا احكي ورغه وهو بلعمي يبسد وقفت وتقول انت جايبني دايما القرف لا ما انا قفصت عليه لحد ما تيجي لحد ما تيجي دكتور انا اريد اسوي عمليه تجميل واريد اخس واريد اصير مثل باربي وهو ما يقبل يقول لي لا ما تنفعش ما تنفعش ازاي ده تفش بالعمليه لا ده انا اخليها عصفوره هاي عصفوره ودلوقتي حالا كيف ما تقلقيش اصدق دكتور تعالي يا حبيبتي اي اقوم انا هخليكي اخر تمام حبيبي كدك العرف احملك ايوه احملك النتيجه مالكش لا اسكت خالص قدها يا انت امك قولي ايش تحكي ويا هذا؟ ادخلي بايد خلمين اللهم صل على محمد يا سلام شفت بقى محمد ايه دكتور عملت ايه يا ابن الجنين؟ ادي العيش لخبازينو يا خبازينو ده انت خبز اللهم صل على محمد وال محمد ربي عملت ايه؟ ايه رايك؟ عاملها ايه؟ شوف ده شبه مغزل الله ده الله الله شوف الله دكتور شايف عيني هاي دجاجه كانت صايره علي هسه طولت باع الايد باع الايد هاي كانت بدي منا لزق تتخيل انت تتخيل هاي الفيله تحولت هيجي شايف الحلاوه اللهم صل على محمد وال محمد انا بقى عملتها كده علشان اتجوزها يا سيدي ايه يا سيدي ايه تتجوز مين اتجوزك هي سايبه ولا سايبه أني سويت كل هاي العملية والتعب دي شوف دي شوف عيني دي شوف دي شوف الإيد دي باوع أنت بس باوع إيه؟ أني أباوع عليك ليش هي خرفة الزلم لا حبيبي أنا روح أخذ واحد من مستواي بديزايني بستايلي زين عشتو ناس ما تستحي على عموما عندي لحمة منها تعمل ثلاثة عندك لحمة جوة؟ أيوة خلاص شوينا 5 كيلو شبيك يا ماما ما تقول لي شبيك ماما لا تجيني مراحة جموع شبيك يا حبيبي شو أسوي لك بعد شو أسوي لك ما خليت شي ما جبت لك إياه كيف تخضخضين بي جينا خل أسمعك أغنية بالكلمة إيه مال أبو خالي انت نام شي راح جنان تزين يلا روحي والله العب تعار ايوه احنا صغار هيك لعد نتوجه نجوي الو دي نام عاد يا براح النام صاير مثقف ابو ظبيطه شنو هالكتاب بيب بيب يمكن هي هاي القهوة المثقفين
صنطه بويه وصكيت صكيه بويه ولا واحد يحكي بويه هسه كون طق نفاخه بنصهم كلها تفز هذا خوب لياس بيخرع ولادي هذا مخروع خلنا نشوف انت هسه فرحان عبالك راح اصادق لك واحد مثقف احسن من ذولا جماعتك الثولان كل واحد دثو وواحد تنبل وواحد علاس بس انت ما تقدر تعرف الحقيقي من المثقف الصيني شلون اعرف المثقف الحقيقي من الصيني انا اقول لك شلون هم كلهم يلتقون باماكن خاصه ويشترون كتب يقعدون بقهوه المثقفين يحكون اشعار وشوفهم لابسين يلقات وقاعدين يقرون 24 ساعة بس قسم حقيقي وقسم كلاوات هسه هذا لأمك افتح جنطه وشوف شكو بيه هاي اليمنى هاي يسرى جقاير مشط مثقف هذا كان ينعال بيبتي اليوم أسمعت شعر مقفى أيا حجلة تنهمر بين أقدامي تمشقي تمشقي في راحتك تجاه الصحراء أيا حجلة أدفعها دفعة وأسقط بعدها على الأرض والمبايل الأرض والمبايل تمشقي في حوافز الصحراء منهمكة تجاه الماء المغسول بالصابون تمرجحي 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 تي 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 ومثل ما رجحت تيتي بين حتى البنيه مصوخله طيب بين انت انت وانا وانا انت وانا اي والعشق الممنوع ينولد مره اخرى تمشقي نسلت من أمه تمشقي أيضا تمشقي لا يتمشي ولا تمشقي تمشقي أنت وأنا وأنا أنا وهي وهي تلك المصير نحن في قطار اصعدي إلى الأسفل انتبهي اصعدي إلى الأسفل اصعدي إلى الأسفل الله في الدرج الأخير ارجع لي قدام وأيضا تمشقي 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 براحتك شو تسري منه إنها لوزة القوطية تشكي من الأعوجاج القوطية تشكي من الأعوجاج والدجاج يأنو من الجن ما هذا الهراء ما هذا الهراء أنت إنسان سطحي أنا سطحي اذهب أنا أذهب اذهب ما تحكي انت شوف بيخرع ولادي وانا قلت صار بيشتون من وراه هذا تمزلت هذا الزين اي ارجوحه يا ارجوحه بين الماء والطين تمشقي تمشقي واذهبي يسارا ويمينا انت لؤلؤه في يدي في يد صانع شنو الحكي هذا اخي لا احكي الحاته هذا شنو ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ نقول هذا شعر هذا لا عليك به تمشقي لك يا مال عليك به صدق شغل يا هذا بدأت تمشقي لابني تمشق دعزج لك دعزج قول على لا عليك به أنت في الدرجي لا عليك به في الدرجي أنت أنت صدق شنو؟ تكلمت؟ شو الحكي؟ ناصر معلم يا ابن ناصر قول علي معود مو هاي في الدرجي لك مو هاي دبل واخوك واقع من التيجه في القطار اي وصلنا للدرجي وانت جاي صدق كذي تمشقي صدق كذاب كلمت لك انت مو جواد السكين لا بسببك سقعد شنو قاعد بكيد عقب الحكي دقلب اقلب 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 واحنا الدقريه كل من يعرف اخيد اقلب
لطه شد روح. شوف البنيه هم راح تنزل من وراك. راح اروح على ذاك. دروح دروح. اه. دروح روح بالنص روح. بالنص؟ بالنص. لا عليك به. لطشي. الله عليك شو ورقه ماخذ من عنده. ما عاد لحدنا ورقتين صدق كذب. حبيبتي انت كالمطر عندما ينزل في الصيف. دمشقي. يا جاسة شلبت شلبت قوم قوم انت خالصت البنية قوم صدق كذب هي يا خامس وحدة صادقت وانت تفلتها ازيدك علم ها البنية خرجة وانا صار ساعتي انت مشقي ما تحجين ارارارارار انا صوتي قصرة في الحكي خلصوني